السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم الجديد في قناة شيوات أم لينا. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. الوصفة اليوم اللي غادي نقدم هي سهلة بسيطة وعبارة عن خبز كيجي هشيش رطب بزاف، ما فيش مكونات يعني كثيرة، ونقدروا نصايبوه يا إما الفطور الكوتي او لا نقدروا نرافقوه حتى بالنسبه لي بلا اللي كيكونوا ناشفين اللي ما كيكونش فيهم لاصوص. غادي نحاول نقدمه بشكل مختلف، يعني خبز كيجي زوين بزاف، نتمنى انكم تجربوه. لهذه الوصفه تنحتاجوا نص كيلو ديال الدقيق بالفورس يكون مغربل طبيعه الحال، بيضه كامله، 20 سنتيلتر ديال 20 مليلتر ديال الزيت او لا تقريبا نص ديال كاس ديال العنبه، تحت منه شويه، ماشي نص كاس عنبه ولكن ما نوصلوش النص، شويه ديال الملحه، جوج معالق كبار السكر، والخميره الفوريه ولا الخميره المعجونه ديال الخبز، وغادي نعجنوه بالحليب. انا كيجهز لي نورمالمون 4 لتر، شي مرات على حسب النوعيه الدقيق، شي مرات كنزيد شويه، لهذا سخنت واحد اكثر من ربع لترو نتاع الحليب. ثم تقدروا تسخنوا ربع، ومن بعد الا شفتوا كان غادي يخصكم تقدروا تزيدوا شويه بشويه. الحليب هنا بطبيعه الحال عندي دافي، انا غادي نعجنو بالعجانه، نتوما تقدروا تعجنوه بيديكم ماشي مشكل، غير هو شويه كي خصو يتدلك مزيان، كيتطلب شويه ديال الوقت. انا غادي نشد هاد لو بول ديال العجانه، غادي ندير فيه المكونات ديالي، كنديروا الدقيق، غادي ندير زيت السكر فواحد الجنب، الملحه دغيا تايتصايب، الزيت، البيضه كامله. هنا الخميره الفوريه اولا الخميره المعجونه غادي نديرها، ما غاديش نديرها في الحليب كامل حيت ربما ما يكون بزاف، غادي ندير غير شويه، غير القياس ديال الحليب اللي غادي دوبلي فيه الخميره. هنا غتشوفوا فيه حيت شويه الزيت، حيت عبرت الزيت بنفس الكاس، ماشي مشكل. صافي، هنا غادي نشدو العجانه ديالنا، غادي ندير فيها الخبز، غادي نزيدو الخميره، حاولوا ما نزيدوهاش فوق البيض حيت تبقى طيبه. صافي، غادي نبداو نعجنو ونزيدو بالحليب شويه بشويه حتى يتجمع لنا الخليط. بسم الله، كيف ما تتشوفوا انا بقيت كنزيد الحليب شويه بشويه، هو مازال ما تجمعش مزيان، ولكن خصها تكون بحال هكا، يعني لا تيكستور ديالو خصها تكون رطبه. صافي، غادي نخليها تدلك واحد 10 دقائق، ومن بعد غادي نوري لكم المرحله الاخرى. كما شفتوا الحليب اللي سخنت انايا، قلت لكم درت 300 مليلتر فوق الربع شويه، اذا بقى لي يعني هاد الدقيق هذا هز ليه ربع، داكشي علاش قلت لكم ديروا ربع، سخنوا ربع، ومن بعد الا خصكم شي 4 ولا 5 المعالق تقدروا تزيدوا شويه بشويه. دابا غادي نزيد نخليها تدلك واحد 10 دقائق تقريبا، ومن بعد غادي ندوزو للمرحله المواليه. هنا كما شفتوا من بعد ما تدلك مزيان خصو ضروري يتدلك، انا قلت لكم 10 دقائق استسمح، 5 دقائق في الماكينه ديال العجين، و 10 دقائق تقدروا تدلكوها بيديكم. صافي، كما كتشوفوا العجينه كتجي رطبه بزاف، هيا انا غادي نديرها في نفس المول اللي كان فيه الدقيق، على نفس الاناء اللي كان فيه الدقيق،
باش نخليها تخمر كما كتشوفوا. كتجي بحال تقريبا بحال عجينه البريوش، حيت عجنيناها بالحليب كتجي بحال عجينه البريوش. هكا و غادي نغطيها بالسيف ونخليها في واحد البلاصه دافيه حتى يخمر مزيان، تضاعف الحجم ديالو صافي. وغادي ندوزو للمرحله المواليه. هنا من بعد ما خمرات هي كما كتشوفوا ضعف الحجم ديالها، انا غادي نطلقها نوري لكم. نحيد هذا، غادي نحيدو منها هذاك الكاز ديال الخميره كما كتشوفوا. وغادي نحطها هنا غادي نقسمها على زوج باش تجيني سهله. غادي نخلي هذا ونغطيه باش ما ينشفش وما يضربوش البرد. وهذا غادي نطلقو بالمدلك. هكا كنخرجو منو كاع داك الهواء اولا الغاز ديال الخميره صافي. كنمشيو معها شويه بشويه، خصنا نخليوها شويه غليظه ماشي رقيقه بزاف، ما خصناش نطلقوها بزاف. كما كتشوفوا كتعرفوا العجينه منين كنطلقوها كتزيد كتجمد كتطلع يعني. صافي انا كنخليها بهذا السمك هذا، خصهاش تجي رقيقه كما قلت لكم صافي. وغادي نبدا كنشكل فيها. انا هنا وجدت عندي الصينيه اللي فيها الورق ديال الغذائي، تقدروا تدهنوا الصينيه هي بالزيت ماشي مشكل. صافي وتنبدا نقطع بهذا. نتوما اللي عنده هذيك الالة تاع لي دونات اللي فيها هذيك الحفره في الوسط تقدروا تستعملوها. غادي نقطع بحال هكا دائره وغادي نجي للوسط وغادي ندير ثقب فيها بحال هذا الشكل هكا صافي. وتنحطها في الصينيه اللي غادي ندخلوها للفران من بعد ماشي دابا. غادي نوري لكم واحده اخرى. كما كتشوفوا انا ساليت العجينه، غادي نخليها تخمر تقريبا واحد الربع ساعه. ومن بعد انا وجدت هنايا اصفر ديال البيض مع شويه ديال القهوه، غادي ندهن بهم الخبز وغادي نرشهم بشويه الزنجلان وشويه ديال السانوج وندخلهم يطيبوا. من بعد غادي نشوفوا النتيجه النهائيه ان شاء الله. كما كتشوفوا من بعد ما طاب الخبز انا خدالي واحد 10 دقائق على درجه حراره 200 في الفرن، شالته من الفوق ومن التحت. ها هو كما كتشوفوا كيجي رطب بزاف لذيذ، و الى قل الفطور الى قل الكوتي كيف ما كتشوفوا نقسموه بحال هكا. كما كتشوفوا الداخل ديالو كيجي رطب بزاف، كيقدر يبقى لينا حتى ليومين، نديروه في بلاستيك ونخليوه حتى ليومين.
نخليكم على هذا. نتمنى ان الوصفه اليوم تكون عجبتكم. ما تنساوش تخليو تعليقاتكم في اسفل الفيديو. واذا كنتوا اول مره كتدخلوا القناه مرحبا بكم، وطوعوا على الزر الاشتراك والجرس باش يوصلكم دائما الجديد. نخليكم على هذا، ونقول لكم تهلاو فريوسكم والى وصفه اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلامه.